الشارع ده اسمه ايش؟ مكتوب عندك شارع مكة. شارع مكة. هو هنا الشارع شوارع مرقمة ومسمية بالأسامي. سمعت قد ما هو بهذا شارع مكة، شارع مكة اللي هو كذا بالنسبة. بس هذا الشارع كله مطاعم طبعا. هي باين عشان كذا الزحمة. وأقوى المطاعم موجودة بالشارع هذا. اللي بس أقوى المطاعم المشهورة موجودة هنا. يمينك يسارك. في مطعم اسمه بلاد الشام. بلاد الشام أوه حق كباب هذا. بلاد الشام. موجود ورانا. أيوه. موجود بالعجزية واحد. مرة. هذا طال عمرك مسكت الكباب عنده. كباب تقصد الشامي زي كذا؟ لا لا إيش اسمه؟ إيه. في 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 كباب في انواع 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 اللحوم مشوية بس انه صراحة مسكت. ايش تنصحنا في الشارع ده افضل مطعم؟ بلاد الشام والله في مطاعم. في مطعم ايش اسمه؟ رز اسمه والله في في مطعم ما هو حاشي باشا في الثاني الثاني الظاهر اسمه حاشيكم الثاني هذا بعد أيوة لذيذ هذا لذيذ لذيذ وعندك تقدر انت مثلا هو المطعم هذا اذا ما تطلب انتم حق شخص يقدر انت تطلبون حق شخص ويقسم لكم حق شخصين بس لانه هو انا اشوف حق شخص يقعد حق اربع اشخاص يعني ما لأنه ألذ شيء لحمة الحاشي يعني اللي هو صغير الجمل يعني هذا آه شيء 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 شي. أنا ما أفهم ما شهيكم يا ولد أنتم دحين نفطر أخاف أنا مشكلة أخاف إنكم تأكلوني ثلاثة أربعة قصدي والله توفروني ما يبقى مني إلا العظم خلونا شوربة سحور شوف الزحمة بعد هنا يسار رامكو تدري هنا دخلت الأفنون تعرفون سيارة الأفنون؟ أيوه دخلتها يعني شيء قوي الأفنون تدخل انكم راستروا بريدو زوبر بولسون لا أكبر الأفنون لا لا ما أبي الأفنون لا لا أنا سيارتي هنا سلندر هنا هنا الكلية تجارة بس هنا هنا صح؟ صبر صبر سيارات لا تتحنى بابا يا زبط بمبوصونيك بطوري طب قلو سالي دوكن دوكن عنيك سيارة